انا فوزيه وانا جايه النهارده عشان يعني عشان يبقى في سرعه في المحاكمات عشان دم الناس اللي راحت ديت. والاهم من ده كله ان نحس ان احنا ايد واحده، مفيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم، كلنا ايد واحده. معتصمين لحد ما المحاكمات تتم. خالد بوب، انت معتصم؟ اتفضل. خالد. خالد، ايوه خالد. ناوي الاعتصام ان شاء الله؟ انت والاخت اللي اختي. اختك ان شاء الله؟ طبعا. شيماء عشان بقى الاجازه، عشان دم الشهداء المفروض لازم نجيب حقهم، والناس اللي قتلوا الشهداء دولت ما ينفعش يخرجوا، ما ينفعش يبقوا في الشارع، وعشان مش احنا اللي نتقرطص في ثورتنا، مش احنا الشعب، يعني مش 85 مليون واحد هيتقرطصوا عشان خاطر شويه ناس فاسدين. يعني محافظه ايه حضرتك؟ انا من القاهره. طيب ربنا يوفقك ان شاء الله.